خويا ياسين تفضل. المهم كنوجه تحيه للام ليلى على الدعوه هذه لعيد الميلاد، ومع تمنيت طول العمر للاخت ليلى والعقبة ثاني الشفاء راح يكون من هذا في زواج ان شاء الله. ان شاء الله. وكننصح المتابعين ديال القناه ام ليلى يشاركوا القناه ديالها، راه كدير فيديو زوينه في الحياه اليوميه وبزاف ديال النصائح. تابع القناه ديال ام ليلى بيوتي ان شاء الله ما غنمل. شكرا لكم وليا الشرف حضرتو في هذا العيد ميلاد، مرحبا بألف محور، شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله. كما كتعرفوا خوتي اليوم بغات بنتي تفتح لي كادو اللي جاوها في عيد الميلاد، وبغيت نشاركهم معكم. يلا هات توكلي على الله. بون دابا غادي نبدا نفتح لي كادو اللي جاوني اليوم في لانيفرسير ديالي. هذا اول كادو جابتو لي كوثر، شكرا كوثر ويداد، شكرا كوثر، شكرا ليها، غنبقاو لها بخير ان شاء الله. عقبنا نربطو الكوثر، شكرا كوثر، عقبنا تيك توكي، شكرا كوثر، شكرا حبيبه. هانتوما جات معاها ورده، ربطيها هاد الشويه. هانتوما هنايا بغاسلي جابتو لي وداد، شكرا وداد. هذا بغاسلي جابتو لي وداد، شكرا شكرا وداد، عقبنا بطول الخير ان شاء الله. شكرا على البراسلي. هذا الكادو ديال سناء، شكرا سناء، هيا جبت ليا صنداله، شكرا شكرا سناء، شكرا حبيبه، عقبنا بطول الخير ان شاء الله. وهذا الكادو ديال مريم، قالت لعيد ميلاد سعيد ليلى، أتمنى لك حياة مليئة بالسعادة والنجاح في مسيرتك الدراسية، شكرا على دعوتك لنا حبيبتي الغالية مع كل الحب. شكرا شكرا شكرا، شكرا مريومة. شوفوا كيوت، هادشي زوين زوين فن، شكرا شكرا مريم، شكرا شكرا، نرضاك بالخير. وهذا كادو من التاجر علي، شكرا علي، شكرا بزاف. Happy beauty day باء، you are my best. هادي ديال ويداد، you are my best، you are my best، I love you so much، I add you with you from ويداد. شكرا لك ويداد، my best ليلى، شكرا ويدادي. وهادو بجوجهم كادو من عند ياسين بن رمضان، مول الصفحه ديال جرسيف زون. وهذا كادو من عند توفيق الاسمر، لاختيست معروف في جرسيف، ما يمكنش ما تعرفوش. شكرا بزاف ليكم، وكيشرفني الحضور ديالكم اللي تحضروا معايا في لانيفرسير ديالي، كنشكركم بزاف بزاف بزاف.
عرفتش كي ندير نفتح. مبغاش تفتح كاع، عطيها لمريم تفتحها. تفتحها لمريم، من هاد الكادو اليوم شدي معايا العكس، كاتسو مخصص الصراحة. شكرا هانتوما بغاسلي، شكرا بزاف توفيق ولا ياسين، ما عرفتش شكون حيت لا كادو بحال بحال في البوشيت زعما. عقبالنا بطوان في الخير، شكرا ليكم. سيلو زوينة طريدة سيلو. شكرا نونوس كيوت. هذا كادو ما ديال ياسين ولا ديال توفيق؟ واو زاد كيحمق. شكرا بزاف. الكاس فاش بقات تشربي معايا بقات تاكلي صافي. نونوس شكرا بزاف وبزاف سبابك يا انتوما باش يخرج زوين عقبال ما تكونوا في الخير ان شاء الله. شكرا لهم. كادو ديال نهيلة مبروك صاحبتي، شكرا بزاف. معرفتش شنو يمكن بارفان.
زوينه. شكرا شكرا حبيبه نهيلة، زوينه شكرا بزاف نهيلاتك وتهديمة معاها. وهذا جابتو لي كادو خالتي فيروز، فيروز اللي عندها داخله بالشين ديالها فيروز صداخي. هانتوما هذا الكادو ديالها. شكرا فيروز صداخي، حتى هي عندها قناه اللي بغى يدخل عندها تدي وصفات زوينه ديال الطبخ. وين انا فخوك زوينه. واو ريحتها زوينه. شكرا فيروز. هذه غير البواط ديال ديك ديال ديك البريه اللي قالت قبيله ديال الوداد. هذا الكادو ديال مريم صاحبتي. شكرا تحيه لمريم الحرس، شكرا ليها. أقبل مبتعنا في الخير إن شاء الله. واو يا حمق. شكرا بزاف كيوت. شكرا مريم، أقبل مبتعنا في الخير. أوه هذا الكادو ديال ماما لان فينيكس لون تويت هانتوما. والله قبل شكرا بزاف نجاح بزاف لكم، وشكرا لكاع اللي حضروا فينا البنات ديالي مره اخرى ومرحبا بكم. صحه وراحه صحه سكو راحتك. بغينا نشارككم ما تنساوش تدعموا ماما بلايك وكومونتير وسبسكرايب. شكرا يلا باي باي عليكم. بغينا نفتحوا كلمنا معكم ونوريكم لي كادو ديالنا كما تبعتوا عيد الميلاد ضروري غنوري لكم حتى لي كادو. هذا فتحنا لي كادو قدامكم وشكرا بزاف. وكاينين البنات اللي ما جاوش عندهم ظروف، شكرا للبنات اللي جاو كاملين وتبارك الله عليكم.